وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشارت الدكتورة رفاه خليفة حداد الأستاذ المساعد في برنامج السياحة بجامعة البحرين، أشارت إلى أن مملكة البحرين تمتلك مقومات سياحية أبرزها الطقس المعتدل خلال فصلي الخريف والشتاء والموارد البشرية المتخصصة في المجال السياحي. مملكة البحرين ربنا حباها بكثير من الميزات، لكن ما يميزها فعليا وعلى رأسها هو أن المملكة هي عبارة عن جزيرة، والشغل الثاني اللي هي أن المملكة تتميز بمناخ رائع في فصل الخريف والشتاء، وهذا يعاكس المناخ البارد القارس في أوروبا في فصل الشتاء، وهي تعتبر نقطة جذب هامة جدا ولجذب ملايين السياح والوصول إلى الهدف المرجو هو 14 مليون سائح سنويا. الموارد البشرية هي أساس التنمية السياحية، ويعني شعار مملكة البحرين البيت بيتكم، وهو يعكس الضيافة والكرم الموجود في مملكة البحرين، وهي في وقتنا الحالي العالم تحول إلى قرية صغيرة. ما يميز الدول عن بعضها البعض هو الثقافة، فبرضو الثقافة البحرينية والضيافة والكرم هي من أهم المقومات الجذب الأخرى اللي ممكن تجذب السائح الأوروبي، وإحنا نسعى للسائح الأوروبي لأنه إحنا عندنا سائح إقليمي، عندنا ما شاء الله أعداد هائلة من السياح الإقليميين.